هذه الحصة سنتعلم بعض الفواكه بإذن الله، ولكن قبل ذلك نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأضيف إليكم تحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، تلاميذي الأعزاء، أرجو أنكم تستمتعون بهذه الحصص، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذا العمل بإذن الله. وبعض الفواكه سنعلمها في هذه الحصة. إذن الفواكه باللغة الإنجليزية نسميها fruit. إذن نبدأ بأول فاكهة يحبها الأطفال كثيرا، وهي الموزة. باللغة الإنجليزية نسميها banana. إذن سنكتب هذه الكلمة الفاكهة الثانية هي الإنجاصة، وباللغة الإنجليزية نسميها a pear. أيضا لدينا خوخ، حبة من الخوخ، نسميها باللغة الإنجليزية a peach. أيضا لدينا تفاحة، باللغة الإنجليزية نسميها apple، ولكن كما درسنا من قبل نقول apple، ولكن نقول an apple. نتذكر جيدا أن هذه الكلمة تبدأ بالفول، ولذلك الارتيكل هو an وليس أب. ماذا لدينا أيضا؟ لدينا برتقالة. هذه البرتقالة باللغة الإنجليزية نسميها orange، مثل اللون الذي تعلمناه من قبل، البرتقالي orange. ومع أن الكلمة تبدأ بالفول، أيضا سنكتب هذا الارتيكل an orange. ماذا لدينا أيضا؟ لدينا فراولة، حبات فراولة، باللغة الإنجليزية نسميها strawberry. A strawberry. آخر كلمة سنتعلمها في هذه الحصة، البطيخ الأحمر أو الدلاع كما نقول إحنا، لكن عندنا جزء هنا نسميه watermelon. إذا هذه السبع كلمات الخاصة بالفواكه، نعيد قراءتها: a banana، موزة، a pear، a peach، an apple، an orange، a strawberry، و watermelon. إذا هذه بعض الفواكه. نلقاكم تلاميذي الأعزاء في الحصة القادمة بإذن الله مع فواكه أو خضر، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.